بسم الله الرحمن الرحيم، معكم منتصر صلاح الدين مدير استغلال بوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش. حنا اليوم كنتواجدوا بساحة الحارتي اللي قامت فيها الوكالة بالشركاء ديالها أساتذة الحياة والأرض في فرع مراكش، وكذلك المجلس الجماعي ووزارة التربية الوطنية. هذا الفيلاج أو هذا المشروع هذا قمناه من أجل معالجة إشكالية الماء في المنطقة ديالنا. فالكل كيعرف بأن المنطقة ديالنا وكذلك على الصعيد الوطني هناك إجهاد مائي، وخصاص في هذه المادة الحيوية اللي هي كيرتكزوا عليها بزاف العناصر، وكذلك لا التنمية المستدامة ولا المشاريع السياحية ولا جميع ليزيفينمون اللي كتعرفهم من مدينة مراكش باش ينجحوا وباش تكون السياحة زايرة، يعني خاص توفير هذه المادة هذه. لهذا المطلوب هو كيفية المحافظة على هذه المادة، لأننا كنعرفوا الحاجة الآن هي كبيرة والحاجات المستقبلية غادي تزيد، لهذا خصنا نستهلكها بعقلانية من أجل المحافظة عليها وتمكننا من التنمية، وكذلك استعمال الوكالة من جهتها كتقوم بمعالجة المياه العادمة باش توفير البديل لسقي المناطق الخضراء والمناطق الأخرى من أجل محافظة على الفرصة المائية ديال مراكش. وكذلك هناك مشاريع كبرى اللي الدولة قايمة عليها من أجل ضمان تزويد مدينة مراكش بماء صالح للشرب، وذلك عبر عملية تحلية المياه البحر من مدينة أسفي اللي غادي يتم الجلب ديالو لمدينة مراكش. المراد من هذه الأيام هذه هو توعية الناشئة والشباب باش يكونوا واعيين بالإشكالية ويبتكروا ويساهموا، ونتمنى إن شاء الله نجاح هذه الأيام، وشكرا.